برج الجدي، اهلا بيك. من اي وقت بتسمع في القراءة دي؟ الطاقة العامة بتاعتك في الوقت الحالي وايه القادم في الطريق ليك؟ مدة القراءة من 7 ل 10 ايام من اي وقت بتسمع في الفيديو ده. ايه اهم الرسائل اللي انت محتاج تعرفها؟ الجدي، انت سريع او طريح افكار سلبية كتيرة قوي، رغم ان المحيط اللي حواليك كويس او الطاقة اللي حواليك كويسة، لكن الافكار اللي في بالك او في عقلك في مخك مش كويسة. عندك طاقات سلبية داخلية. انت كشخص مش قادر تستشعر اللحظة او مش قادر تحس بالسعادة الحقيقية. كأنه حاطط عائق، يعني حاطط حاجز بينك وبين المشاعر الإيجابية. مش عارف تنبسط رغم أن حواليك ناس بتحبك أو حواليك عيلة أو أسرة محبة ليك أو شريك داعم ليك، بس حاليا في هجوم عليك شوية طاقي. ربما البعض منكم تكونوا بتعانوا من الاكتئاب أو بمشاعر، يعني بمود اكتئابي. يعني قد تكون حاسس انك عاجز عن الحركة او مش عاوز تتحرك او في حالة من الكسل او الخمول الرهيبة قوي. البعض منكم انت جسدك ممكن يكون مستنزف، يعني حاسس ان الجسد بتاعك مش شايلك او جسدك جايز يكون متغير. يمكن يكون في نقصان في الوزن كتير قوي او زيادة بشكل غير يعني ملحوظ جدا. جسمكم مرهق، شعركم متأثر بالطاقة دي. ممكن يكون في تساقط في الشعر او تغيير الشعر ذات نفسه، يعني ممكن شعرك يكون كان مفروض بعدين بقى ويفي او بقى كيرلي او بقى خشن او حاجة. كأن في تغييرات بتحصل عضوية بداخل جسدك. ممكن يعني ليها اسباب بقى، سواء اسباب طبية جينية ايا كان، او يمكن روحانية، لان انت عندك الطاقة السلبية وعندك الافكار السلبية او عندك الحالة بتاعت ان انا مش عاوز انبسط او مش عارف انبسط. يعني كأنك حصل لك بداية جديدة او جالك فرصة جديدة او حصل لك حاجة كويسة بس انت مش عارف تنبسط بيها. يمكن تكون كنت عايز ارتبط بس مش عارف تنبسط بالعلاقة او الارتباط. يمكن حبيب رجع لك كنت بتتمنى انه يرجع بس حاسس انه لا، انا لسه مش عارف انبسط بالرجوع ده. يعني كأن في حاجة انت كنت منتظرها حصلت فانت مش قادر تستمتع بيها. ممكن الحاجة دي تكون جات لك متأخر، ممكن الحاجة دي تكون جات لك مش بالظبط زي ما انت كنت عايز او زي ما انت كنت متخيل. ممكن حاجة جات لك بعد ما زهدت فيها او بعد ما خلاص ما بقتش عاوزها. مش عارفة، يعني كأن انت عندك ما يسعدك لكن غير قادر على الشعور بالسعادة دي. ووضعكم المادي كويس جدا كمان. طيب هناك شيء هيبسط قلبك، يمكن رسالة، حاجة من عند ربنا، يعني زي رسالة أو إشارة إلهية. ممكن حلم تشوفه تحس إن الحلم ده بيبشرك بحاجة، بيجاوبك عن حاجة، بيكلمك عن مستقبل، بيكلمك عن سؤال أو تساؤل بداخلك. فكأنه ستأتيك إجابة قدرية عن حاجة في ذهنك أو في بالك بشكل كبير قوي. في تساؤل عندك مش عارف تتوقف عنه، في فكرة معينة في دماغك مش عارف توقفها. فكأنه هيجيلك إجابة للسؤال أو للفكرة دي من عند ربنا، يعني هيجيلكوا إشارة إلهية أو إشارة قدرية. ممكن حتى أرواح ملائكية تتواصل معاكم الفترة اللي جاية يا برج الجدي. إذا أنتم منتظرين مولود أو حمل فالطاقات دي موجودة معاكم برضو. ممكن يكون ولد، يعني رجل أو امرأة، قد يكون هناك صبي طفل. يعني وأتوقع أن يعود ليك الشعور بالجسد مرة تانية. يعني لو أنت في طاقة أن أنت مش حاسس بجسمك، جسدك مش عارف تحس بيه أو تستمتع بيه او فقد الشعور بالرغبة الجسدية او كده، فتوقع ان ترجع ليك طاقة الشغف والرغبة الجسدية مرة تانية. والناس اللي في علاقات توأم شغلة توقعوا رجوع علاقات قدرية او رجوع علاقة. انتوا الوضع العاطفي معاكم بيتحسن جدا 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 كمان، والوضع المادي
بس انت بقى ايه، حسن نفسيتك او حسن حالتك النفسية، او لو انت فعلا في حالة اكتئاب فممكن تبحث يعني تستشير طبيب او حاجة، تشوف ايه السبب للحالة دي، هل في علاج، هل موضوع نفسي، هل موضوع عضوي، هل موضوع جيني، هل انت بتاخد ادوية مثلا مأثرة عليك مخليك مش عارف تستمتع او حاجة. ما تفتشوش في الحاجات اللي ملكوش علاقة بيها، يعني ما تدورش في اللي ملكش فيه، ما تسألش عن اللي ملكش فيه، ما تسألش عن حاجة مش بتاعتك، ما تفتش مثلا او ما تفتشيش ورا زوجك او ورا زوجتك، يعني مش عارفة اذا كانت الآية مناسبة للموقف اللي انتوا فيه، بس لا تسألوا عن اشياء تبدأ لكم تسؤكم، يعني عفى الله عما سلف. ففي حاجات انت مش محتاج، يعني ما تسألش، ما تدورش، ما تفتش مثلا في، ما تفتشيش في موبايل زوجك، ما تحاولوش تشوفه بيكلم مين، بيعمل ايه، ولا تجسسه، يعني كأن دي رسالة ليكوا، بالذات لو انتوا شاكين في وجود طرف تالت او متأكدين من وجود طرف تالت. فاتليست في الوقت الحالي اعتزل ما يؤذيك يا برج الجدي، لان انت حواليك حاجات تساعدك الفترة دي، في حاجات بتحصل معاك مبهجة، في حاجات كويسة، في حاجات حلوة، في خروجات للبعض منكم، في زي رحلة تغيير جو او سفرية. طيب انت ليه مش مبسوط؟ يعني انت المحيط اللي حواليك يساعدك ان انت تعيش سعادة او تعيش موت كويس، بس انت من جوه اللي قافل، يعني الدنيا بره جميلة بس انت اللي جوه قافل. فانت لو زبطت يعني مودك وحالتك النفسية دي، وتحاول ان انت تاخد الامور كده ببساطة شوية، وتركز على الاشياء الايجابية، يعني الحاجات او النعم الكويسة اللي عندك، ممكن تحس بفرق، ممكن تحس انه قادر تستمتع. ولو الموضوع بقى فعلا متفاقم معاك، يبقى الاحسن ان انت تستشير طبيب نفسي او حاجة، لان هنا وارد منكم ناس تكونوا بتمر بينا وبتكتئب او كده. اوبس، كل هذه رسائل راح تقع عليكم. كل حاجة انت بحاجة اليها ستأتيك، اوكي، شوف الماضي وتعلم منه. في بعض الحاجات اللي ممكن تفيدك، في تجارب روحانية ممكن تفيدك، في عدالة الهية جاية في الطريق اليك من السماء كده، ستخبط بالوقت المناسب. اذا انت محتاج مساعدة علشان تشفي قلبك، انتوا قلبكم موجوع او زعلانين من حاجة، زعلانين من حد، فهيكون معاكو دعم ملائكي. انت لو سألت يا رب ساعدني، سخر لي الارواح او الملائكة اللي تساعدني اني اشفي قلبي، هيكون معاك اجابة ان شاء الله. افرد جناحاتك، اوكي، يعني خد خطوة هيك للوراء، و حاول ان انت تحلق، حاول ان انت تنطلق، حاول ان انت تسمح لروحك انها تنتعش او انها تعيش. يعني انت دافن نفسك بالحياة برج الجدي، انت عارف كأنك شخص غني ويقدر يسافر، يقدر يغير جو، يقدر يعيش حياة كويسة، لكن اختار ان هو يقفل على نفسه 4 حيطان في اوضة ومش عاوز يخرج منها. خرجوا للطبيعة، خرجوا شوفوا اماكن، يمكن بحاجة صلة رحم، محتاج تتمشى، محتاج تسافر، غير اكسر الروتين بتاعك ده اللي هو بيخليك مش كويس. تعرضوا للشمس، روحوا حديقة الحيوانات، يعني لو او شوف حيوانات، يعني انا مش عارفة اذا اقول لك مثلا نشوف قناة كذا ولا لا، لان ساعات بحس ان القناة دي كئيبة، اللي انتم ممكن تكون جات في بالكم برضو، اللي هي بتجيب عن الحيوانات والحاجات دي. حرروا نفسكم دلوقتي بالنسبة ليك، ان انت to free yourself، وحب نفسك الاول. حبك واحترامك لذاتك بيخليك رومانسي اكتر. حبوا نفسكم، حبوا جسمكم، حبوا التغيرات اللي انتوا بتمروا بيها، وسامحوا نفسكم على لو انتوا حاسين ببهدلة او ان جسمكم او وشكم شاحب، شعركم بيقع، جسمكم مترهل، باهت، مش عاجبكم شكلكم، حاسين بارهاق، حاسين بتعب، شكلكم متعب او كده، زي اللي هو سامح نفسك على الـ على الـ على الظهور الجسدي ده دلوقتي، وتقبله وموف اون من الطاقه دي، وترجع تاني تسترد طاقتك وحيويتك ونشاطك،
اوكي. الورود مهمه قوي بالنسبه لكم، الروائح الكويسه من ضمن الحاجات المهمه ليكم، وانتم من الاشخاص اللي بحاجه ان انتم تكونوا دايما ريحتكم كويسه، المكان اللي انتم فيه ريحته كويسه، وتكونوا على قدر المستطاع على جسدكم طاهر. اوكي. حتى قبل النوم، وستعرف السبب بنفسك ماشي، لان انتوا زي ما قلت لكم لو ركزتوا في اول قراءه هتلاقي ان في هناك ارواح ترغب في التواصل معاك، فحينما يكون جسدك المادي مهيئ ومجهز للاتصال مع الارواح دي هتجيلك، خاصه الارواح الملائكيه. سو اشوفكم على خير بفيديوهات تانية برج الجدي، والى اللقاء، باي.